اكتب الامور اللي تم الحديث عنها على السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي. نبتدي بالحساب الرسمي للمصري اليوم او المصري الرياضي على تويتر، واللي بيقول ان الاهلي يستأنف تدريباته الاثنين استعدادا لاستئناف الدوري المصري. خلاص الاهلي كده هيرجع للتدريبات بعد بكره عشان يستعد لمباراته الاولى، عقد استئناف بطوله الدوري امام وادي دجله يوم الاربعاء الساعه 9 بالليل على استاد الاهلي والسلام. والاستعدادات كلها هتكون قويه لان انت داخل خلاص على مرحله هي الحاسمه في بطوله مهمه جدا بالنسبه لك، تكسب دجله تبقى على القمه باذن الله وتحافظ على القمه لما تبقى من مباريات في بطوله الدوري باذن الله تعالى. طيب خلينا نروح لخبر اخر وانا هقف هنا وهعلق شويه. قال لك ايه؟ ده من خلال اليوم السابع على فيسبوك، الاهلي يرفض بقاء والتر بواليا في الموسم الجديد رغم الاهداف القاتله. هل تعالوا كده نتكلم مع بعض بالراحه. بغض النظر ممكن يكون المسؤولين في النادي الاهلي واخدين قرارات لجنه التخطيط الجهاز الفني، دي حاجه تخصهم. لكن احنا هنتكلم على الشكل المنطقي والواقعي. بواليا ماتشين ورا بعض بيحرز هدفين مهمين جدا. هدف ماتش الانتاج بثلاث نقط في الدقائق الاخيره، وهدف في ماتش اسوان قتل المباراه بعد ما كانت اتصعبت قوي في اخر دقائقها برضه. فبالتالي اللاعب بخلاف كمان الهدفين واقف على رجله، بيستلم صح، بيباصي صح، بيحجز على الكوره صح، قوي، ابتدى ياخد الثقه. هل ده معناه ان الاهلي واخد قراره ان بواليا ورا؟ لا، احنا لسه عندنا 8 ماتشات في الدوري، انت محتاج جدا لكل لاعب. بواليا من ابرز اللاعبين اللي انت محتاج لهم، من ابرز اللاعبين نظرا لمستوى اخر ماتشين. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الكوره فيها متغيرات كتير، ممكن ماتش او اتنين او كام ماتش يفرقوا في مستقبل لعيب معاك، ممكن يغيروا انطباعاتك وجهات نظرك عن لعيب معين. ده اللي بيحصل بالنسبه لوالتر بواليا دلوقتي، في انتظار ان شاء الله ان هو يكون يعني عنده اداء كمان افضل وافضل او يستمر على هذا المستوى، فبالتالي ما نعرفش القرارات هتكون ايه. لكن دلوقتي مفيش اي قرارات. دلوقتي بواليا لاعب في النادي الاهلي، لاعب مهم جدا الاهلي بيعتمد عليه اعتماد كبير جدا، وده وضح على مدار المباريات الاخيره. فمش عايزين نركز مع مثل هذه الاخبار لان مش ده توقيتها، توقيتها بعد ما الموسم ينتهي نشوف ايه اللي هيحصل. ده كان ايضا امر مهم جدا. تعالوا نروح لحساب جول على تويتر، واللي قال علي معلول ملك الحلول ليست مجرد جمله بل الارقام تؤكد ذلك. دي حقيقه بصراحه، علي معلول ارقامه مميزه جدا جدا. قال لك لاعب الاهلي وصل ل 100 اسيست خلال مسيرته مع الانديه والمنتخب التونسي، صنع مع الاهلي 48 اسيست، انت متخيل الرقم؟ حاجه ما شاء الله يعني. صنع 43 اسيست مع الصفاقسي التونسي، برضو رقم كبير قوي، وتسعه مع منتخب تونس. ده اللي يدل على ايه؟ يدل على ان علي معلول احد ابرز النجوم في المركز ده في القاره الافريقيه بالكامل، مش بس في مصر ولا حتى في تونس. فده برضو من ضمن الامور المهمه وارقام جيده جدا بالنسبه لنجم النادي الاهلي علي معلول. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل اخر فقرات الحلقه، يلا بينا.